ستبقى الجزائر كما كانت رمزاً للحرية، ثابتة على نهجها القويم لمناصرة القضايا العادلة في العالم، وهو تعبير عن الوفاء للمبادئ التي مكنت الشعب الجزائري من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره، وينطوي دفاعها عن هذا المبدأ في مواقفها الداعمة للشعوب المتطلعة للتحرر من الاستعمار، عن قناعتها الراسخة بأن إرادة الشعوب سيدة في كل الظروف، وأن حقها في تقرير مصيرها لا يجوز أن يصادر مهما كانت المسوغات، لا سيما استكمال مسار تصفية الاستعمار في آخر مستعمرة في إفريقيا وهي أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. ومساندة الحق المقدس للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.